يعني الشعب متمسك بالدين ديالو. شعب يمكن الدين والله، يمكن بزاف الناس كنعرفهم هنا في اسبانيا، بزاف تاع الناس كانوا متتبعين نعم رجعوا كلهم نفروا وخرجوا من القناة، كنعرفهم انا شخصيا. يعني اذا باش راه الدين عندنا خط احمر. دافع كيبغي الخير للناس، وهو راه هو اللي كينفخ العافية. البارح مصيفط ايلال، دي جنة الناس. اي البارح مصيفط ايلال، ايلال جالس كيطبل في العشب بوحدو، والفايد شنو جالس؟ جالس في المنصة ديالو وكيدير اللايف ديالو وحط الرابط، سيروا الا بغيتوا تعرفوا الحقيقة سيروا ادخلوا عند ايلال. الحقيقة خرجها انت الفايد، الحقيقة ندخلوها انت لا بلا إذا كان الفايد. الدكتور فايد بان عبر على المصداقية ديالو، فاحنا كمتتبعين بغينا المناظرة بينه وبين السي المعطاوي، ما يديرش معانا هكا. بغينا المناظرة بينه وبين السي المعطاوي، ما يديرش معانا هكا. السلام عليكم. رغم أنهم عرفوا الحقيقة لكن ما زالوا متشبتين بهذا المعطاوي إيريك، يعتقدون أنه حقا هو الذي فضح الفايد، فيما أنه هو أيضا تطاول على العلماء من بينهم الأئمة الأربعة وضرب في إجماع الأمة وعلماء الأمة، وقال أن صحيح البخاري في أحاديث يجب أن تحذف من المقررات المدرسية، وهذا الأمر قاله لم يكن معه لا فايد لا بيد. وهذا في الأخير لما علموا ما قام به الفايد يريدون مناظرة بين الفايد والمعطاوي، تلاقت خرية مع خرية. وأسف يا إخوة على هذا الكلام، يعني لا يعقل، والله لا يعقل. لدينا علماء كبار دعاة أن يقولوا يجب أن تكون مناظرة بين الفايد وعلماؤنا أو الدعاة، يقول لك مناظرة مع المعطاوي، كيقول لك يدير مناظرة مع المعطاوي. الغبي ما يستغلش الثقة ديالنا لسنوات، وحنا متبعينه وحنا كن تندعمو فيه، باش يجي في الاخر يقدم لنا ايلان وعصيد. ايلال وعصيد كانوا كيقلبوا على كما تنقول لك على تربه خصبه في انهم يعني وهو يكبروا. لا يتفق معهم قطعا، لا وهو يعرف ذلك. هو اشنو مشى لعندهم هما نهار اللي لقاهم بجنبو، بغى يرد لهم سميتو يعني كما تقول الجميل، لانه دافعوا عليه. هما جاوا باش يتسلقوا فيه، دفع ليه وهما بغاو يستغلوه، وهو بغى يستغلوه، وهو كيستغلهم، هو وهما دارهم في يستغلوه باش الواجهه. يضرب بهم الشيوخ بحال دابا الفقهاء، مازال عصيد راه مشى وهما بغاو يستغلوه باش يبيعوا عليهم. لا راه فعلا الدين هذا اللي كنا كنقولوا لكم عليه، هي هذا الشيء اللي كاين. وعصيد راه كما ما كان هذه بحال كان علاقة استغلال بيناتهم، ما كانش علاقة تأييد. صافي، هذا الشيء اللي كاين. هنا اذا كان المجتمع هو مبني لا على إلى علاقه، هؤلاء ولا إلى هؤلاء. صافي، اذا كان المجتمع مبني على علاقه الاستغلال، فما مصير هذا المجتمع؟ واش فعلا غادي نكونوا عايشين في الربح، ولا غادي نوصلوا لشي نتيجه؟ واش خصنا بقوه التجارب اللي كلينا، وبقوه التجارب اللي قتلت ديك الثقه فينا، نوضوا كما تنقولوا حنا نرجعوا الثقه في الناس ونرجعوا الثقه في المجتمع، ولا نفقدوها في برا ونقولوا لا المجتمع مابقاش فيه الخير؟ شنو خصنا نديروا دابا حنايا؟ حنا خصنا نتعاملوا باش نرجعوا ديك الثقه. الحياة وعلاش غادي نرجعوا الحياة صعبة ما كنتمناوهاش نعيشوها. نعم، وباش نرجعوا ديك الثقة خصنا نفضحوا كل فاسد وكل خائن. بالله عليكم سيروا غير قراوا كيف تتعرفوا على دينكم وعلى علمائكم، ومعرفة منهج الأمة، معرفة منهج الصحابة وعلى المذاهب الأربعة، وأن تسألوا أهل العلم في كل معلومة أتتكم في دينكم، سواء شبهة ألقاها أهل الضلال أو آية تريدون تفسيرها، ولا تعتمدوا على أشخاص مثل المعطاوي وأمثاله. الرحلة أشنو بينات؟ هذه غير الأسباب. لأن علاش؟ لأن ربي حافظ هذا البلد وحافظ هذا الدين، راه ما احنا إلا أسباب، ما احنا إلا أسباب. فعلا انت الاستاذ المعطاوي كان يعني سبب باش يفك هاد الفتنه. فعلا انت الاستاذ المعطاوي كان يعني سبب باش يفك هاد الفتنه، غير هو كانت عنده الجرأة، وثبت الحجه واخا كلطق كان عنده الجرأة باش يوصل حتى للخر ويفضح. هو ماشي من النوع اللي كيخنق، وماشي من النوع اللي كيتهدد. انا وغامر غامر كنعرفه يعني براسه. ها اللي قلنا من متابعة العشاب إلى متابعة الطماع الكذاب المعطاوي، اسمعوا ماذا يقول. بهائم بهائم تابعين مرددين كما يرددون، دون أن يكون لنا أي بصمة إيجابية في مجتمعاتنا. يريدون أن ننبطح لما قاله العلماء، يريدون أن ننبطح لما قاله العلماء، لكن ماذا نفعل نحن بما نقلوا لنا وبما فسروا؟ وقد حبانا الله بعقل مثله.
وقد حبان الله بعقل مثلهم. إن هؤلاء الناس اللي كيديروا هذه الفتنة دابا باغيين يوقفوا العقل، باغيين يخليونا في العباءة ديال أصحاب العمائم. بقى هنا ما عندكش الحق تهضر. بغينا المناظرة بينه وبين سلمى عطاوي. راه اللي كيستمع لهاد الناس هذا راه مسؤول أمام الله عز وجل، لأن هاد السمع أنت مسؤول عليه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولو كانوا كيخافوا الله والله ما يكذبوا على الله، والله ما يكذبوا على الشرع. وأنا أقول هنا وأتحمل مسؤوليتي، والله إنهم يكذبون عن إشعال الشرع. وقد حبان الله بعقل مثلهم. هناك كلمة ذهبية للإمام ابن القيم رحمه الله، وحينما يتأمل المرء هذه الكلمة يجد أن أصلها من خلال استقراء ابن القيم رحمه الله لنصوص الكتاب والسنة، لأن كلامهم كان مستندا إلى الشرع ومسنودا إلى الشرع، كانوا يسندون وما كانوا يطلقون الكلام على عواهنه كحال الناس اليوم. يقول ابن القيم، وهذا هو الكلام المسند الجميل، قال: محبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، وإنما الشأن في حفظ العمل مما يحبطه ومما يفسده. كذلك العمل الذي تتقرب به أنت إلى الله عز وجل عليك أن تحفظه. مما يحفظ العمل. لطالما سمعنا العلماء وقول مأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر الذي يتجرأ عليه اليوم بعض المجرمين تحت مسمى نقد الرجال، عمر بن الخطاب الذي كان إذا سلك في الجن سلك الشيطان في الجن آخر، الذي كان إذا سلك شعبا سلك الشيطان شعبا آخر، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفس محمد بيده، ما سلكت في الجن إلا وسلك الشيطان في الجن آخر. الشيطان يعني يغير الطريق ولا يمشي في ذات الطريق التي كان يمشي فيها عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان صليبا في الحق. وهؤلاء اليوم يتجرؤون على عمر لأنهم أمنوا عمر، لأن عمر مات وأفضى إلى ما قدم، فلهذا يتطاولون. وإذا ما خل الجبان يوما بأرض طلب وحده الطعن والنزالة. عمر سمعنا منه هذه الكلمة ونقلها العلماء والدعاة والخطباء، إما في خطبهم في دروسهم في محاضراتهم، جزاهم الله خيرا الإخوة الذين يقومون أيضا يعني ببعض الدروس يعني بلغات مختلفة من أجل تقريب المعنى إلى الناس. دائما قال عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذن نقف مع هذه الكلمة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هل حسبنا أنفسنا قبل أن نحاسب؟ أنا ولا أريد أن أقف عندها، فقط لأقول لكم أننا مشكلتنا أننا لا نحفظ أعمالنا. فهذا خطيب يرتقي المنبر وآخر هناك ماذا؟ يا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه وراقبوه وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن الموعد قريب وأن القيامة قد أزفت وأن الموقف عظيم وأن النهاية خلود، إما نعيم وإما جحيم. وهكذا تجد الخطيب يتكلم بحرقة. لكن هل هذه المعاني تقرع الآذان فقط، أم أنها تتسلل إلى سويداء القلوب فتوقد مجامر الأفئدة؟ القلوب الحية هي التي تتفاعل مع هذه الكلمات الرنانة، لا تبقى حبيسة الأذان أو حبيسة المسجد أو حبيسة مكان ألقيت فيه. لهذا أقول لكم: احفظوا أعمالكم وتقربوا إلى الله بما ينجيكم، واحذروا أن تكونوا من الخاسرين، احذروا أن تتلبسوا بمحبطات الأعمال ومفسداتها فتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ويومها لا يهلك على الله إلا هالك. استمع إلى مولاك وهو يقول: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.